جامعة المعارف نهتم بقضيتين أساسيتين: أولاً المستوى العلمي الراقي والمميز، وإعداد الكوادر العلمية المتخصصة لتسهم في إنتاج العلمي ونمو المجتمع واقتداره. ثانياً البيئة الجامعية الآمنة لنحصن العلم بالقيم الأخلاقية والإنسانية السامية. ترتكز كليتي الهندسة والعلوم على ثلاث أسس رئيسية: أولاً جودة البرامج التعليمية فيها، ثانياً نوعية المعدات الحديثة التي جهزت بها المختبرات من أرقى الشركات الأوروبية، وثالثاً الانفتاح والعلاقات مع المؤسسات والشركات لتأمين التدريب للطلاب لتهيئتهم لسوق العمل. كلية الإدارة في تطور مستمر من ناحية برامجها ومن ناحية مقرراتها، بالإضافة إلى السعي مع أصحاب المؤسسات الاقتصادية لتأمين التدريب وفرص العمل لجميع الطلاب. بدنا كلنا نكون إيد وحدة، ما حد يفرقنا. كلية الإعلام والفنون بجامعة المعارف يبني الطلاب شخصياتهم بين كتاب وأستاذ ومختبر، منصات رقمية إنتاجية، خبرات دولية، والكثير من الأحلام بغد أفضل. اختصاص الترجمة هو اختصاص مناسب للأشخاص اللي بحبوا أن يحسنوا مستوى اللغة الموجود عندهم أصلاً، أو أنهم يتعلموا لغة جديدة. هذا الاختصاص كمان مناسب للأشخاص اللي بحبوا يكون عندهم ثقافة متنوعة عابرة للاختصاصات. الأهم من هذا كله أنه اختصاص الترجمة بيزود الخريج بمجموعة من المهارات اللي بتفيده بسوق العمل وبتزيد من قدرته على التنافس. تعمل الكلية على ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية بما يلائم روح التجديد والمعاصرة. تستقبل الكلية الطلاب من جميع اختصاصات الثانوية العامة. اللغة العربية هي لغة التدريس في الكلية. تتميز جامعة المعارف بجهاز إداري مندفع وكفؤ يدعم العمل الأكاديمي في كل مرحلة من مراحل حياة الطالب، تبدأ منذ لحظة استفساره عن شروط التسجيل إلى ما بعد تخرجه، وفي جو من الحياة الجامعية التي تعمل على بناء الثقة وصقل الشخصية المقتدرة للمستقبل. مراعاةً للظروف الاقتصادية للطلاب الأعزاء، منقدم مجموعة متنوعة من المنح والمساعدات المالية والبرامج، واللي من ضمنها برنامج العمل الدراسي.
تعتمد جامعة المعارف آلية واضحة وشفافة لاختيار الكادر التعليمي فيها. المعيار الأول والأساس لهذه الآلية هو الكفاءة والمستوى العلمي المميز لدى الأستاذ على الصعيدين النظري والتطبيقي، سيما في الكليات التطبيقية للجامعة. الجامعة تريد أن تتميز من خلال أمرين، الأول هو البحث العلمي بالتزامن مع التعليم، والأمر الثاني هو الفكر النقدي تجاه العلوم الإنسانية الذي تطلق عليه الجامعة تأصيل العلوم الإنسانية. منذ بداية الجامعة ونحن عم نسعى لإتمام برنامج الجودة الشاملة بالتعليم بجامعة المعارف، بالإضافة إلى إتمام جميع الأوراق الرسمية مع الدولة، بحيث أن الطلاب يقدر ينالوا شهاداتهم بصورة رسمية وبدون أي تعقيدات. تقدم الأندية الطلابية بجامعة المعارف باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية والتوجيهية والرياضية. كلية الأديان والعلوم الإنسانية شفت فيها تجربة ثقافية غنية، خلتني وسع آفاقي وأتعرف على القيم الدينية والإنسانية الراقية. تقويت باللغات ومن خلالها تعرفت على ثقافات أجنبية متعددة، وهيدا مكسب كبير لكل طالب بيدخل بهالمجال، خاصة ببيئة جامعة المعارف. استفدت من تجربتي بكلية الإعلام والفنون من الجانب النظري والجانب التطبيقي العملي تحت إشراف أساتذة مختصين. اكتسبت من خلال تجربتي خبرة مهنية وجامعية، وتعلمت كيف نظم وقتي ودير حياتي. استفدت بتجربتي بكلية الهندسة من كل الجوانب النظرية والعملية تحت إشراف مهندسين شاركونا خبراتهم. بالنسبة للمرحلة المقبلة وبالإضافة إلى الكليات الخمس، نحن بانتظار ترخيص كلية التربية وبرامج الماجستير والفروع الجغرافية في بعلبك والنبطية وتشييد المجمع الجامعي، حتى نستكمل المرحلة الأولى من بناء هذه الجامعة التي تعمل على صناعة الحياة بالعلم والمعرفة.